خلال ندوة نظمت بالرباط تحت شعار ولوج وممارسة الأشخاص ذوي التوحد للحق في التعليم الدامج الجيد مسؤولية الجميع، انكب باحثون ومختصون على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع حقوق الأشخاص ذوي التوحد في التعليم الدامج من الاعتراف إلى الإعمال. المغرب عنده واحد ترسانة قانونية وعنده سياسة عمومية اللي كتعترف بالحق ديال الأشخاص التوحديين في الولوج المدرسة، ولكن كاين صعوبات كبيرة. هذيك الصعوبات اليوم كنحاولوا أننا نقدموا بعض الآليات والوسائل اللي غادي يشتغل عليها الأستاذ والمدير والأسرة كذلك، واللي ممكن تكون أساس وأداة للتسهيل وتيسير الولوج ديال الأطفال والأشخاص ذوي التوحد للمدرسة العمومية. المشروع كتعمل فيه وزارة التربية الوطنية تشارك مع تحالف الجمعيات العاملة في إعاقة التوحد، واللي كيتمثل في إعداد دلائل موجهة للأطر والفئات اللي كتشتغل مباشرة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة الأطفال ذوي التوحد، واللي كيتجلاو في هيئة الإدارة التربوية، كذلك هيئة الأساتذة وأطر التفتيش والأسر والجمعيات العاملة في مجال التربية وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال هذه الندوة التي ينظمها تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب بدعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تناول المشاركون كذلك الممارسات الفضلة في مجال التعليم الدامج ودراسة وإغناء مشاريع الدلائل المعدة من قبل خبراء مغاربة في مجال التربية والتعليم والموجهة نحو الفاعلين الأساسيين في العملية التربوية وهم الأسرة والإدارة التربوية والأستاذ. مشروع التربية الدامجة هو مشروع يروم دمج الأطفال من الذين يعانون من طيف التوحد في المدرسة العمومية المغربية، وقد حاول فريق من الباحثين أن يقوم بإنتاج مجموعة من الدلائل، ثلاثة دلائل بالضبط، دليل يوجه للأسر ودليل آخر يوجه للمديرين والإدارة التربوية ودليل ثالث يوجه للأستاذ. يذكر أن تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب عبارة عن شبكة وطنية تأسست في يوليوز 2006 تضم 52 جمعية تمثل الجهات 12 للمملكة، وتهدف إلى تقديم إجابات عملية واستعجالية لواقع التحديات التي يواجهها الأشخاص ذو التوحد خاصة في مجالي التربية والخدمات الصحية والعلاجية.